صباح الخير لكم مشاهدينا متابعين ام تي في الايف، ووصلنا لفقره ايت سمارت. معنا اليوم رندا فهد، رح نحكي عن موضوع كثير اساسي هلا بالصيفيه، عن اطفالنا ونظامهم الغذائي، كيف بدنا نقدر نكون نحن عم نقدم لهم ماكولات صحيه بشكل منتظم من دون ما يكون في يصير في هذا التخبيث يلي بيصير بالصيفيه عاده عند الاولاد وقله التنظيم بالوجبات. صباح الخير رندا. صباح النور، كيفك؟ موضوع عن جد كثير اساسي وكثير اهل بيسالوا كيف بدهم ينظموا لهم وقعاتهم لاولادهم، وكيف بدهم يحدوا من موضوع اذا بدنا نقول التلقمش. مظبوط، اذا بدنا نحكيها قلتي كلمه كثير مهمه، وموضوعي رح يبلش وينهي فيها النظام، ينظموا. صحيح، فهذا اللي بدنا نحكي. قبل ما نبلش بهذا الموضوع خلينا نحكي عن او خبريه اليوم يلي محضرت لنا اياها. ما بدي انسى اذكر مشاهديني يتابعوني دائما على الانستغرام رندا دنيا فهد، او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وبتتابعوني. ما تنسوا تحطوا دائما اسئلتكم، وعلى الاكيد تنتبهوا انه دائما انا بجاوب عليهم. لورا، اليوم رح نبلش بخبريتي اللي هي لها علاقه بالسمك. هلا دائما انا من مشجعي تناول السمك، وهلا الدراسات اللي عم تحكي عن اهميه السمك، طبعا دراسات قديمه منا شيء جديد، واهميته مش بس لانه بيحتوي بروتين، بس كمان اهميته بالاوميجا 3 اللي هو نوع الاوميجا 3 اللي هو موجود بالسمك والثمار البحر. يعني ما رح فينا ناخذهم ولا باكل ثاني، يعني مثل ما بنعرف نحن في عندنا اوميجا 3 بالمصدر النباتي، ولكن هالنوع الاوميجا اللي هو دغري بيبقى فعال بقلب الجسم موجود بس بالسمك. فاذا والاوميجا 3 بنعرف قديش هو مهم للتريجليسيرايد، اكثر شيء مهم للكوليسترول للقلب، مهم كرمال الالزايمر، حتى بالدراسات ببين قديش هو مهم كرمال ركابنا، كرمال الجلد تبعولنا، كرمال الشرايين الى اخره. فتناول ماكولات تحتوي اوميجا 3 كثير مهمه، ومثل ما قلنا الملك هون هو، اما الملكه هي السمكه. وكل ثمار البحر. وثمار البحر، بس المشكل بالسمك عندي شغلتين اليوم مهمين بدي اذكرهم للمشاهدين، انه هي السمكه كمان بياكلها الانسان لانه كمان بتحتوي وحدات حراريه قليله، فانت وقتها تاخذي مثلا 100 جرام من السمك تقريبا في 100 وحده حراريه، هالقد السمكه وحدتها الحراريه بس ما بتشبع قد اللحمه او الدجاج. مزبوط مزبوط، بس انه عم نحكي اذا واحد اخذ شيء اللي هو مغذي له، وهون اللي بيحتوي الاوميجا 3، وبتحتوي هال 100 جرام 20 جرام من البروتينات. هلا الجديد اللي بدي اخبره للمشاهدين اذا ما بيعرفوه، هو معظم الاوميجا 3 هو موجود بالجلد، فنحن اذا عم نعمل الرجيم وعم نشيل الجلد من السمكه، هون اكيد نحن فقدنا معظم كميه الاوميجا 3، فهيدي شغله بدي تنتبهوا لها. ولكن وقت يكون في جلد بالسمكه هون دوبلت الوحدات الحراريه بقلب السمكه، فهيدا الاعتدال. اما الفكره اللي نحن بدنا نفكر فيها انه قديش نحن بناخذ من الجلد، ونحن بالنتيجه شو بدنا؟ بدنا اوميجا 3، لكن بدنا دهنيات، وبنعرف انه الجلد فيها دهنيات. هلا من هون كمان عندي شغله ثانيه بالسمك اللي هو قضيه الزئبق، فالسمك كل السمك بيحتوي شويه زئبق كله، ولكن حسب السمكه وين هي عايشه، مثلا بالمحيطات يعني بتحتوي زئبق اكثر، وحسب هي قديش عايشه، مشان هيك السمكه الكبيره بتحتوي زئبق اكثر. طب اي هو السمك اللي هو هون اليوم بدي شجع العالم ياخذوه، وخصوصا السمك اللي هو بنبلش بالشيء اللي مش غالي، وفينا ناخذ السمك اللي هو كمان اغلى. فاول شيء اللي انا دائما بشجع عليه هو السردين، لانه السردين بناكلها كامله، بناخذها كمان بالقشره، بتحتوي كثير اوميجا 3. السردين بنعرف نحن بيحتوي على الفيتامين دي، والسردين معظم الوقت نحن بناكله مع الحسك تبعوله، فاذا نحن عم ناخذ كميه كالسيوم كثير كبيره فيه. والسردين نحن فينا نجيبه طازه، فينا نجيبه معلب، وفينا نجيبه معلب ونفس الفوايد تبعوله. وحتى الطازه نحن مش ضروري نكون عم نقليها ديب فراي، نحن مثل ما بنعرف بتعرفوا فينا نحط شوية زيت نحطها بقلب نبهرة، نحط لها ملح يعني، نحطها بقلب الصينية وبالفرن. تاني أكلة بس بدي أقول هي الأنشوا، أما الأنشوفي كمان فينا نكون عم نجيبها معلبة ونحطها بأكلاتنا. هول سمكات خفيف نضاف، فيكم تكونوا عم ضروري يكونوا موجودين على طول بأكلنا. رح ناخذ وقفة ومنتابع من بعدها. أكيد.
منتابع إيت سمارت مع موضوعنا لليوم يلي هو نظام الغذائي عند الأطفال خصوصا بفصل الصيف. كنا عم نحكي قبل البريك رندا عن السمك وتنوصل الموضوعين ببعضهم. تعرفي أنه الأولاد إجمالا بمعظم الأحيان ما كتير بحبوا السمك، ما كتير بحبوا هالطعمة، يمكن الطعم المالحة الكتير أو ما بعرف، لعدة أسباب ما بحبوا السمك. قدي مهم أنه الأولاد يأكلوا السمك؟ هلا كثير كثير مهم للاولاد ياكلوا السمك. رح بلش بهالجملتين وبعدين فوت على نظامنا اللي بده يساعد الامهات كمان انه يساعدوا اولادهم كيف بدهم ياكلوا بخلال هالفتره. بس الاولاد اللي ما بحبوا السمك، دائما الاولاد بتطلعوا على شو موجود بالبيت وبيتعودوا على الاكل الموجود بالبيت، بتطلعوا على شو اهلهم بياكلوا. فنحن يعني هيدي شغله بدي بلش فيها انه نحن مثال لاولادنا، فإذا شفونا نحن بناكل هالأكل وبننبسط بهالأكلات إلا ما رح يجي وقت وهالأكل موجود دايما بالبيت رح يدوقوا ورح يكونوا عم يتعودوا عليه ويحبوه. فهون بتلاحظي إنه مين هن الأولاد اللي ما بياكلوا أكلات معينة، هي الأكل اللي هي منا دايما متوفرة بالإجمال، أنا مش عم عمم بس إجمالا، وبشوفوا إنه الأهل هن ما بيحبوها ما بياكلوها. ولكن بكتير عيال أنا بعرفها بعتقد كمان هن بيكونوا عايشين على الساحل أكتر، صحيح. حسب كمان قديش هو السمك متوفر، بتشوف انه لا على الساحل وكيف تنطبخ السمكه والولد عم يشوفها. بالعكس في اولاد كثير كثير بحبوا يتناولوا السمك. على كل حال موضوعنا يلي هو مثل ما قلنا النظام الغذائي بالصيفيه ما بيعود موجود هذا الشيء، وفي كثير اطفال عندهم ميل للنصاحه يمكن. مصبوط. كيف بدنا نحد من هيدا الموضوع؟ اوكي، فرح بلش لورا اللي بدي احكيه بقضيه النظام مثل ما وعدت المشاهدين. ما فيك تقولي صيفيه وخلص النظام، اذا خلص النظام كل شيء بيلخبط، رح يلخبط النوم، رح يلخبط الرياضه، ورح يلخبط الاكل، ورح يلخبط حتى شخصيه الولد. فاذا هو الولد بدون ما يفرجيكي هو بحب النظام، يعني نحن كأهل وقت بدنا نجي ننظم ونساعد الولد ينظم ما نخمن حالنا عم نقسى عليه، بالعكس نحن عم نساعده وعم نريحه بنكون. فأول شيء بدي بلش فيه هو النظام، ورح أحكي عن نظام روتين الرياضة، لأنه بكتير أوقات حكيت قبل وهالأسبوع اللي قبله واللي قبله حكيت عن قديش هي الرياضة مهمة للولاد وخصوصا بفصل الصيف، وخصوصا لأنه يحافظوا على وزنه. سو أنا إذا بدي الولد يحافظ على وزنه بدي خليه يضل عم يعمل رياضة. هلا هون الرياضة بيجوا أهل خصوصا الأم اللي بتقولي ما أنا بشتغل تركتهم بالبيت ورحت وضلوا نايمين. هلا بدنا هون شوي نعمل مجهود معين، هو بدل ما أجي أنا بعد الظهر يكون عندي رتب البيت مظبوط وكلنا مرقنا فيها، أنا ما عم بحكي عم نظر بس في أهميات، يعني أهم من إنه أجي رتب البيت بعد الظهر هو بدي أجي ويكون في وقت أنا والولاد حتى ساعدهم يعملوا الرياضة تبعولهم. مثلا نحن فينا نتفق أنه الساعة 6 أما الساعة 7 بدنا نعمل شيء، فينا نكون عم نسجلهم بنادي كتير منيح، هيدي أهين شيء. بس كمان بلاحظ أنه أوقات الولاد ما بيحبوا الرياضة اللي فيها كومبيتيشن، فاذا انا ما علي يسجل بعمر معين ما بحبه، صحيح، ما علي يسجل مثلا كومبيتيشن سباحه، خليني اخده ينطنط بالمي بينبسط. هاي الحركه يعني منا رياضه، بدها تكون رياضه هالقد منظمه. اما كومبيتيشن تايكواندو يمكن ما يحبوا هيك، في اخذهم نروح نتمشى، اذا كنا على الساحل نروح على شي كورنيش نتمشى، في بسكليت بناخذ بسكليت، في عنا طابه بناخذ طابه معنا، اذا كنا بالجبل الا ما يكون في حرش قدامنا نكون عم نتمشى اما عم نلعب هنيك. ففيها تكون اكتيفيتي هالقد سهله، بس النظام هو اسبوعيا نحن بدنا نجي نقول الساعه 6 يلا بدنا نظهر نعمل هيك او سبعة او اللي هو يعني هي الحركه بالأساس. هي على الاكيد اكثر من انه رياضه 100%. وبتلاحظي انت الاولاد اللي هن حركين دائما بحافظوا على وزنهم اكثر من الولد اللي هو كثير هادي. هاي شغله. الشغله الثانيه الروتين بدها تكون بالاكل. فنحن هون يمكن الولد ما رح يوعى الساعة 6 أو 7 مثل وقت المدرسة، يمكن وعي 9، يمكن هون عم بحكي على الولاد بين 4 و 12 سنة، يعني مش الأكبر، هيدا موضوع تاني بنحكي عنه، بس يمكن رح يوعى 9 يمكن 10. دايما نقول له حتى لو أنا ما كنت بالبيت إنه أنت بعد ما توعى من بعدها بساعة منيح تتروق،
حتى يصير في نظام. هلا هون صارت الترويقه الساعه 10 اما 11، صار الغداء الساعه 2 اما 3، صار العشاء الساعه 8. في نظام بتوقيت الاكل، هذه شغله. الشغله الثانيه انه العشاء الساعه 8 وبعد الساعه 8 تسكر المطبخ خلص ولا شيء، تسكر المطبخ خلصنا. هلا الشغله الثانيه انه نحن ترويقه الغداء العشاء، اكيد الولد بحب يلقمش ولكن ما بدي اياه يلقمش لانه زهقان. هذا التلقمش في وقت على الأربعة خمسة مزبوط جاي عبالك شيء اللي أنت بتحبه. فهون نحن إذا ما كنا موجودين بالبيت منيح نحط إشياء هي مفيدة للولد بقلب البيت. يعني إذا فتح الخزانة ودايما بقولها وقع كيس الشيبس عليه وموجود هالقد الوحش كلها، إنه هيدا اللي رح يلتجي لإله. بينما إذا أنا محضرت له دايما الخضرة اللي بدي كمان حط، لأنه وقت اليوم كتير بيسمح، بس بدي أقولكم خلي ساعدوكم الأولاد بقصة الخيارة مغسلة ومحطوطة، الفليفلة إذا هو قصة ما هي قصتها رح يصيروا يحبوا ياخذوها، إذا الملونة خصوصا. خلي الأولاد يساعدونا بتحضير الفواكه، نقصقصهم إياها، إنه أوكي في بطيخة بالبيت بس زمانها مقصقصة ومحطوطة بالبراد الولد ما رح ياخذها. إذا ما حاطين له إياها أوقات بعمر أصغر بكبيته أوريدي، خلينا بوقت معين نقعد نحن هو ونحضر الفروت سلطة، سلطة الفواكه، خلينا نعمل بوبسيكل نعملهم ونحط اشياء بالفريزر معه. سو هول الاشياء اللي هو محضرها كثير رح يحب يكون عم ياكلها، فهون بكون عم نحضر الاشياء الصحية. بعدين الاولاد لورا بحبوا يحضروا اكل، مزبوط اما لا؟ كثير بحبوا المطبخ، يخربوا الدنيا اكزاكتلي بحبوا هيك، فبدنا نخليهم يفوتوا على المطبخ ويخربوا الدنيا، وخلينا نخترع معهم اشياء معينه. عملوا اليوم بيتزا ونعمل عجينه سوا، معلي بدنا ناكل بيتزا، البيتزا منا ممنوعه بس محضره بالبيت. خلينا اليوم نسمي لهم اسامي، اعملوا لنا راب اللبنه، سو اللبنة بجيبوا هالخبزة المرقوقة وبحطوا اللبنة والخضرة عليها والزيت، بصيروا يستحلوا ياكلوا هيك اشياء. خلينا نعمل سمر رولز، حسوا الكلمة هيك مهضومة، سو بنجيب الشيتس اللي هن رايس شيتس وبيكون في كل شيء في خضرة وبلفوهم سوا وبغطسوهم بالصويا صوص وبياكلوهم. هول اشياء اما بنعمل لهم دب اللبنة اما دب الحمص وغطسوا فيها، فإذا صار الأكل الصحي مشهي لإلهم. وحتى بالصيف بتحس بيصير في ميل أكتر لشرب الجوس وشرب العصير يمكن يلي منه كتير طبيعي، قدي مهم هون كمان نقدر نخفف هيدا الشيء ونقدر نزيد من شرب المي. كتير مهم، خلي الولد يتعلم يشرب مي، بعدين ما نحدد له للولد. بتعرف شو بيصير بالأهل؟ ما تشرب قبل الأكل، ما تشرب بعد الأكل، شرب مي سخنة، شرب مي ساقعة، خلي يشرب، اتركوه هو يقرر. يمكن يحبها مسقعه، يمكن المي يحط لها 10 ثلجات، يمكن يقرقش هالثلجات، هيدا كله صحي. فخلينا نخلي الولد يكون عم يشرب، وكل ما نحن وفرنا له المي وقلنا له بدك تشرب مي هيدا اللي لازم يشربه. ما بدي انسى كمان شرب الحليب، هو شغله كثير مهمه أكيد. وكل ما نحن فتح البراد وما لقى جوس ما رح يشرب الجوس، رح يضطر شوب رح يشرب الميات. شكرا كثير لك رندا، موضوع كمان فينا نرجع نتشعب فيه كثير ونحكي عن تفاصيله كله. نحن بنشوفك ان الله راد الاسبوع الجاي. الله رح ناخذ وقفه ومنتابع من بعدها لايف.